اتفضل الاستاذ حسن من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا دكتور. وانت طيب وصحه وسلام. اتفضل. الله يخليك يا فندم. انا عايز اسال سيادتك سؤال في زكاه المال. اتفضل يا سيدي. يزيد فضلك. انا حضرتك انا معايا مبلغ هحطه اجيبه بيه شهادات اللي هي العائد الشهري. فحضرتك انا بدل ما استنى السنه وادفع الزكاه بتاعتهم، ممكن اقسم على 12 وادفعهم كل شهر بحيث بعد ما يمر السنه اكون دافع الزكاه؟ طيب انا عندي سؤال لطيف خالص يا استاذ حسن. اتفضل يا استاذ حسن. انت عندك موارد اخرى بتنفق منها ولا انت بتنفق من ريع الشهادات دي؟ لا بنفق من ريع الشهادات وليه معاش بس صغير. زي ما بيقولوا كده الحمد لله ربنا جاب التيسير من عنده. الحمد بص لله. بص يا استاذ حسن. اتفضل يا فندم. احنا انت العائد بتيجي لك كل شهر صح؟ فندم. العائد اللي هيجي لك ده هتطلع 10% منه بس. ايوه. يبقى هتطلع 10% من الريع كل ما يجي لك. يعني لو جي لك مثلا 7000 جنيه كل شهر. ايوه. هتطلع ايه؟ 10% دي هتطلع 700 جنيه. ايوه. ويبقى هي دي الزكاه، ما تطلعش بقى في اخر السنه، انت خلاص طلعت زكاتك مع كل مع اول كل شهر بيجي لك فيه الفلوس. ايوه فندم. خلاص كده؟ بحيث اخر السنه ما يجي الحول اكون انا مخلص الزكاه بتاعتي. لا انت مش هتتحاسب بالحول، انت بتتحاسب ب 10% من الريع. 10%. خلاص؟ ايوه فندم. ربنا يبارك لك ويزيدك خير وبركه. ربنا يخليك ما نحرمش منك يا رب. على راسي يا سيدي، ربنا يفتح عليك ويرزقك الخير والبركه والتوفيق والسداد، ربنا يوسع على كل واحد عايز يقوم بحق الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الظروف اللي احنا فيها دي، لابد يا سادة نتضافر ونتواصى بإخراج الزكوات وكثرة الصدقات في الظروف اللي احنا فيها دي، لأن دوت هو اللي هيضمن إن شاء الله إن شاء الله إن تستمر البركة ويستمر النور من مولانا سبحانه وتعالى، ويحصل التماسك ويحصل المجتمع يتعافى إن شاء الله، ويبقى كل دوت في خير في خيرنا وينصب كله في كل بيت عندنا لما نعيش مع بعض مترابطين، وخاصة وإحنا مبشرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا في رباط إلى يوم الدين.